شرفت اليوم بتكريم جلالة الملك إلي بالميدالية اليوبيل الفضي. طبعا هذا كتير بشكل حافز إلي إنه أنا أكون يعني أنجز أكثر، أحقق يعني ميداليات أكثر للبلد. طبعا هذا كتير حافز، يعني إحنا بالعكس إحنا جلالته نستمد منه يعني كل القوة كل العزيمة. كتير بننبسط في الدعم اللي هو بيقدم لنا إياه للرياضيين والشباب، فإحنا تقديرا لهذا الإشي إن شاء الله رح نبذل كل إشي بنقدر عليه لحتى إنه نحقق برضو إنجازات لقدام وقدام إن شاء الله بشكل أفضل. في بداياتي شاركت في عام 2005 وظليت مستمر، طبعا جبت أول ميدالية أول ما شاركت في بطولة دولية وجبت أول ميدالية، والحمد لله ظليت مستمر لأولمبياد باريس. أنا صاحب 4 ميداليات بارلمبية، فضية أولمبياد بكين عام 2008 وفضية ريو 2016 وذهبية طوكيو 2020 وذهبية باريس 2024. طبعا احنا بعهد جلالة سيدنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نحقق ميداليات أولمبية ذهبية وفضية وبرونزية، وحاليا احنا يعني بمختلف الرياضات حاليا بنقدم صورة مشرفة، فبنشكر جلالة سيدنا على هذا الدعم.